البواسير هيمورويدز، نسبة عالية من الأشخاص بيعانوا من هالمشكلة. اليوم رح أحكي لكم عن أنواع البواسير، العلاج الآمن والفعال لهيدي المشكلة صحيح. بقدر أقدم لكم إياها تتستفيدوا إنه تتخلصوا منهم أو تعملوا بريفنشن لهيدا الموضوع. حضروا الفيديو للآخر، كتير رح تستفيدوا. شو هن البواسير؟ البواسير هن عبارة عن أوردة من تفخة باللور ريكتوم بأسفل المستقيم، بيصيبوا تقريباً 15-20% من الأشخاص. هن عبارة عن دم مجمع، عشان هيك لونه بيكون غامق. هن ثلاث أنواع: internal من جوا ما منحس بالملمس تعولون، ما بيوجعوا بس ممكن كتير ينزلوا دم. وفي نوع تاني اللي هو الاكسترنال، برانيات من حسب الملمس تعولهم، بيكونوا بيوجعوا وكتير أمرار بيكون في حكة. وفي عنا ميكس بين هول النوعين اللي هو البرولابس، يعني بيتمدد البسور وبيزن. منلاحظ انه اكتر الاشخاص اللي عرضة للبواسير هن اللي عندهم وزن زايد، او المرأة الحامل، او الاشخاص اللي بيحملوا اشياء كتير تقيلة باستمرار، والأشخاص اللي بيكون نظامهم الغذائي منخفض كتير بالألياف. وكمان بعض الأشخاص اللي بيعانوا من تقرحات بالقولون هني أكتر عرضة للبواسير من غيرهم. سو أهم النصايح لهدول الأشخاص إنه يشربوا مي كتير منيح، يزيدوا نسبة الألياف بالأكل تعولهم، ما يأخروا موعد التويلت تعولهم، وما يقعدوا وقت طويل بالتويلت. وكمان شغلة إنه كتير مهم نعمل مغاطس مي فاترة كل يوم من 10 دقايق إلى 15 دقيقة. المنتج اللي بدي أخبركم عنه بيحتوي على أملاح البحر الميت، اللي هي شغلتها تعمل تضييق للأوردة الدموية وتخفف كتير من الإنفلاميشن الالتهابات. كمان بقلبه القرنفل الكلوف إكستراكت، اللي هو شغلته يعمل تخدير لهيدا الباسور حتى ما نحس بالأوجاع. اسمه سيلار كريم هيدا هو، ومعه أبليكيتر من جوا كتير جنتل. الحلو فيه لهيدا المنتج إنه بيشتغل على ثلاث أنواع من البواسير، اللي هي الداخلية أو الخارجية أو الميكس بين هيدول الاثنين، وآمن كتير للمرأة الحامل. قبل ما نستعمله بنغسل هيدي المنطقة بمي فاترة مع صابون، بننشف بطريقة كتير جنتل بمحارم أو بمنشفة قطن، وبندهنه. يفضل أنه ندهنه 3-4 مرات باليوم، ويفضل أنه بعد ما نفوت على التويلت. كتير فعال هيدا المنتج، بتقدروا تلاقوه بالصفحة اللي رح أذكر لكم إياها تحت، وحاكتب لكم أرقام التليفونات فيكم تطلبوه أكيد أونلاين. وإذا عزتوا مساعدة أو تستشيروني بأي شيء بخص هيدا الموضوع أو مواضيع تانية، أكيد اسألوني.